أكيد بظن أنه هو طموح أي فنان يوقف على مسرح بمصر، فكيف إذا كانت دار الأوبرا؟ هالشي كتير بيعز علي. وكمان بدي أقول أنه أنا من سنة وقفت على دار الأوبرا بدمشق، ويعني صار سنة تقريبا تماما واقفة على دار الأوبرا بمصر. هذا شيء كتير هيك له معاني عندي، فأنا كتير سعيدة بوجودي اليوم، ويعني أنه محبة الجمهور هي شيء لا يعوضه، فكيف إذا كان بمصر. أكيد أنا بغني من أنا وصغيرة، ولكن بدون شك يعني اللي عم بيصير بسوريا هو بيأثر بأي سوري، فكيف إذا كان الشخص حاسس إنه عنده موهبة فيه يوصل رسالة للعالم، فهي مسؤولية وأكيد بيلعب دور. يعني هو بصراحة لعب الدور الأكبر بأنه أنا بلشت غني، لأنه حاسة إنه بلدي بهالوقت هي بحاجة لأمل وموسيقى وفرح بوسط هالعتمة. بعدني مش مصدقة يعني اللي حصل، هو شيء كتير جميل، وبالفعل يعني التفاعل والجمهور كان أكتر من رائع. وبس بدي أقول لك اللي كان بدهم يحضروا ما قدروا يحضروا أنه أكيد في حفلات قادمة، يعني هي أول رحلة لمصر بس أكيد مش الأخيرة. في قصص كتير من التراث، في قصص جديدة، أغاني الخاصة أكيد مش كلها هادية، لا يعني في أغاني حركة كتير، وأكيد أنا بميل للأغاني الوطنية، بس كتير عندي حنين للتراث، وأكيد يعني الموسيقى هي شو ما كانت هي أجمل شيء بالحياة.